إيش هم محبوب منع الحمل؟ هم عبارة عن أحد وسائل تنظيم الحمل اللي بتحتوي على مركبات هرمونية، بتحتوي على استروجين وبروجسترون أو تحتوي على بروجسترون فقط. آلية عملها حتى تمنع الحمل بيعمل هرموني الاستروجين والبروجسترون على تثبيط إفراز هرمون المحفز للإباضة، ويعمل هرمون البروجسترون على زيادة اللزوجة أو المادة المخاطية اللي حوالين البيضة، وبالتالي بصير في عنا صعوبة في حدوث الحمل. المحبوب منع الحمل تحت المركبة لها ثلاث أنواع. النوع الأول أحادية التركيز اللي بيكون تركيز الأستروجين والبروجسترون طيلة الشهر أو طيلة الـ 21 يوم نفس التركيز. في عندنا ثنائية التركيز اللي بيكون الأستروجين والأستروجين ثابت تركيزه أول 21 يوم، بعدين بصير زيادة عندنا في الأستروجين والبروجسترون حتى يصير في عندنا انسلاخ لبطانة الرحم ويصير في عندنا الدورة الشهرية. ثالث إشي في عندنا ثلاثية التركيز اللي بيكون نسب تحتوي على نسب استروجين ثابتة ومتغيرة ونسب بروجسترون متغيرة طيلة ومختلفة طيلة أيام الشهر. هلا ما في دراسة مثبتة إنه ثنائية التركيز أو ثلاثية التركيز أفضل في منع الحمل من أحادية التركيز. كيف بدنا ناخذ هذه الحبوب؟ بدنا ننتبه إنه حسب نوع مانع الحمل، في منهم بتبدأ أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم من الدورة الشهرية وبعدين بنصير ناخذه يومي، وفي منهم لا بنبدأ خامس يوم الدورة الشهرية وبناخذ منه يومي. بننتبه انه في عندنا نفس العلب تفرق عن بعض، في موانع حمل تحتها ل 21 حبة بناخذها ولما تخلص نستنى 7 أيام راحة، وبعدين خلال ال7 أيام تيجينا الدورة الشهرية وبعدين نشتري علبة ثانية وبنبدأ فيها. هلأ في عندنا لا موانع حمل تحتوي على 28 حبة، 21 حبة فيهم مادة فعالة هرمونية و7 حبات بتكون فيها مادة مش فعالة ولا هرمونية، بس حتى الست ما تنسى وتصير تاخذ كل يوم. هذه العلبة اللي بتحتوي على 28 حبة أنا بس أخلصها لازم تلقائيا ومباشرة أبدأ بعلبة ثانية، ما أستنى أيام راحة. أو مرات في علب تحتوي على 28 حبة منهم 24 حبة فيهم مادة فعالة وفي عندنا 4 حبات بتكون مش مادة فعالة، نفس الإشي هاي 28 حبة بس أخلص أنا العلبة لازم أبدأ مباشرة بدون أيام استراحة علبة تانية. بدي أنبه كتير للنساء اللي مقبلين أو بدهم ياخدوا حبوب منع الحمل لأول مرة أنه يستشيروا الطبيب، لأنه المانع الحمل ما بناسب جميع الستات. في عنا النساء اللي 35 ومدخنات، اللي عندهم مشاكل في تخثرات الدم، اللي عندهم جلطات، اللي عندهم مشاكل في الضغط، هذول مرات ما بيناسبهم أحد حبوب منع الحمل. عشان هيك لازم نستشير طبيبنا لأول مرة بناخد الهرمون حتى نتجنب المشاكل منه. نهاية نتمنى السلامة لكم جميعا.